بصوا بقى يا جماعه، احنا ما بقيناش صغيرين، والوضع دلوقتي اختلف خالص، والظروف كلها اتغيرت. وانت عشان عندك في الجامعه مفيش وقفات احتجاجيه، فجاه تعملنا هنا مؤتمر انتخابي، ما تتقي الله فينا، اتقي الله، اتقي الله. اه صحيح يا سلمى، اليوم نكد من اوله ومش ناقص حوارات. تلهر. حاضر يا جماعه، هلخص. من الاخر كده، شغل التيتا تاني مش هيحصل تحت اي ظرف. يا اخوانا عشان تيتا تروح تشتغل في مكان جديد، لازم تبدا من البدايه خالص، وده معناه انها مش هتبقى في نفس البوزيشن بتاعها. هي قالت بوزيشن؟ البوزيشن. اه منصب. ممكن نبطل تهريج؟ اوف كورس. عشان احنا في اقل من شهر مش هنلاقي ناكل. انت عبيطه يا سلمى؟ انت فكرك يعني ان شمس هتسيب تيتا بعد العمر ده كله؟ اكيد يعني هتديها مكافاه ولا يعني بونس او معايش حاجه كده يعني. اكسترا اكسترا. ايوه انت هبله يا بنت. انت شمس اللي انت بتتكلمي عنها دي، احنا كده في حالنا ده احسن منها، دي بقت على الحديد. يا جماعه فكروا معايا، احنا لازم فعلا نلاقي حل للمشكله دي. تيتا ما ينفعش تشتغل تحت اي ظرف. اوبفيوس اوبفيوس. اوكي انا عندي حل. احنا نعمل جمعيه ونقبضها الاول، بس يا يحيى ما معناش فلوس عشان نعمل جمعيه. ما تسكت يا يحيى. حاضر يا جماعه. طب ممكن تسمعوا بقى القرار اللي انا قررته. اوكي ديسيجن. انا ان شاء الله هوقف كدي في الكليه السنه دي، ومن بكره هنزل ادور على شغل. لوزر. اوكي انت اللي بتاكل. انت انت يا ابني مو. اه انت كمان لازم تنزل تدور على شغل. انا عايز ادور على شغل. انا لسه ستودنت. بقول لك ايه، ما تستعبطش. انت عارف وانا عارفه كويس قوي ان انت مش ناوي تعدي من حقوق دي بطريقتك، يعني ناوي تقعد لك فيها 7-8-9 سنين كده. وطي صوتك، ثم انا لازم ادرس براحتي. الله، مش لازم المعلومه تستوي في دماغي. طيب ماشي خلاص تمام. طالبه معاك تنجح قوي السنه دي. يس. مش مشكله، في ناس كتير بتدرس وتشتغل في نفس الوقت. وبعدين انت مش كليه عمليه، ما عندكش اصلا حضور وغياب. ويا سيدي لو على الامتحانات خد اجازه. انت عامله حساب كل حاجه، جينيوس. يا سلام، وانا يعني بقى هيبقى ايه موقفي بقى من كده؟ لا يا حبيبتي، انت ثانويه عامه، يعني لازم تذاكري وتركزي كده وتعدي ان شاء الله السنه دي، وبعد كده ربنا يبقى يعدلك. ما هو اكيد اكيد يعني مش هشتغل يا سلمى. وبعدين يعني انا بتكلم على موقف، يعني لما اصحابي يشوفوا يعني اخواتي وكده بيشتغلوا في كافيهات ومطاعم وحاجات لوكال من ديت. لوكال؟ والله العظيم مش هي جينيوس، انت فيروس. بيستعر مننا. قول لهم ان احنا مش اخواتك عشان ما نجيبلكيش العار. هعمل كده يا يحيى. طب ممكن اقول حاجه بقى بعد الهرتله اللي انتوا عمالين تقولوها دي؟ ليز. ممكن تيتا ما تعرفش اي حاجه عن اللي احنا بنقوله لغايه ما الاقي شغل. ليه بقى؟ واي؟ ليه؟ واي؟ عشان احطها قدام الامر الواقع. اوه بوت هير ان فرونت اوف ما اعرفش يعني ايه واقع. اوكي اوكي اوبيس اوبيس. اوكي والله ما حد محطوط قدام الامر الواقع غير انا. طب انا هقوم ادور على شغل في السرير جوه. تصبح على خير.